نكهات عائلية، مجلة شهرية، وهي طريقكم المختصر للرعاية الوالدية. نعم، أهلا وسهلا فيكم بفقرة مجلة نكهات عائلية، طريقكم المختصر للرعاية الوالدية، والمجلة التي تقرأ من الغلاف إلى الغلاف. يعني مع حلول فصل الشتاء هناك الكثير من الخضار اللي ممكن فعلا زراعتها بفصل الخير. وأرمياك إكرانيا، أثناء تصفحنا لمجلة نكهات عائلية لفت نظرنا فعلا مقال مهم للمهندسة الزراعية أمل القيرميري، وهي موجودة معنا اليوم حتى فعلا تحدثنا عن الزراعة بفصل الشتاء. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الورد، يسعدكم. يعني نورتينا مهندسة أمل، وهيك إن شاء الله أيام دائما خضراء يا رب، صيف وشتاء يا رب، احنا وياكم وكل اللي عم بسمعنا. الله يسعدك يا رب. يعني تكتبين في زاويتك غذاؤنا في ارضنا في مجله نكهات عائليه عن الزراعه، في مقالك هذا وخصوصا بهذا الشهر بمجله نكهات عائليه عن الزراعه في فصل الشتاء، اعطيتينا امثله على بعض النباتات الشتويه التي تنمو في الاردن، فاحكي لنا اكثر عن هذه النباتات. شوفوا، احنا عادة بنحب الكل يزرع، وبنحب انه الكل ياكل من ارضه. يعني حتى الحلو انه المدارس هلأ عم بتربي الجيل الجديد انه يبلش ياكل من ارضه. فمشان هيك احنا بنقول للي ما بعرف هلأ بقدر يزرع بعض اصناف الخضروات. بنحب نحكيهم للي عم بسمعونا ان شاء الله. يعني عندك الفول، عندك البصل، البازيلا، ان شاء الله ما انسى اشي، التومة، عندك الملفوف، الزهرة، الخس. كل هاي خضار أسهل مما تتخيلي، والزرعات الشتوية سبحان الله أسهل من الصيفية، لأنه ما في أمراض، الحشرات بتطور السكون. حلو. ما بتكوني كتير قلقانة. في شتاء إن شاء الله بيجينا الخير، فبالتالي أنا مش قلقانة كتير أني أسقي. أوكي، هلأ أولها رح أسقي لأنه لهلأ ما في شتاء طبعاً. وبقدر أزرع. يعني أنا أصلاً زرعت، يعني أنا بالمشاريع اللي معي بلشنا زرعنا. هلأ ما في، it's not too late، يعني بقدروا هلأ يبلشوا يزرعوا كمان. وكتير إشي حلو، بقدروا يزرعوا مثلاً بقدونس، فجل، جزر، جرجير. يعني بتلاقي الناس بصفرة الناس موجودة بالزبط. وبعدين الناس بس يعني بالشتاء خلص بنسوها الجنينة، وبيقولوا لك لا خلص يعني باعتبار ماتت. رهيبة انت. وهذا للأسف خطأ شائع. تعاني من هذا الموضوع. لأنه بصراحة كتير مهمة هاي النقطة. في ناس كتير بيقولوا خلص الجنينة بالشتاء ما قلنا شغل فيها. ولعلمك كل اللي بتشتغليه بالشتاء هو اللي هتلاقيه بالصيف. يا سلام. يعني تجهيزك خلال فصل الشتاء لحديقتك، سواء خضرة سواء فاكهة وسواء زينة، لأنه إحنا عم نشتغل على ثلاث أصناف. أيوة. خلينا نقول. فهدول الشغل عليهم بالشتاء هو اللي بيعطيك النتيجة المنيحة بالربيع والصيف. حلو. طب نحكي عن تحضير الأرض مهندسة أمل، يعني احكي لنا أكثر عن هذا الموضوع، كيف ممكن فعلا من خلال عناية بالنباتات الشتوية أحضر الأرض بفصل الشتاء؟ أوكي. أهم إشي وأنا اللي دايما بحكي فيه إن نحط السماد العضوي. السماد العضوي اللي هو الله يكرمكم مخلفات حيوانية تخمرت، عولجت إذا صح التعبير حراريا وكيماويا، عشان ما يكون فيها بذور أعشاب. وعشان ما يكون فيها العفو أي روائح، يعني تخمرت وجاهزة إنها تنحط في حدائقنا المنزلية. هلأ هذا السماد العضوي كتير 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 مهم لأرضنا. ليه؟ لأنه هو بحسن خواص تربتي. يعني صحيح أنا بقول سماد عضوي، لكن هو مش سماد. يعني إذا عندي نقص حديد هو ما بيعطيني حديد، لكن هو بيساعد النبتة تسحب المواد الغذائية الموجودة بالتربة. أرضنا كتير غنية بالمواد الغذائية، لكن كيف بدي أسحبها؟ كيف النبتة بدها تأخذها؟ بدي أكتر سماد عضوي. وما تسألوا عن الكميات، قد ما بتقدروا حطوا مع حراتة الأرض. وممكن أحط أسمدة بطيئة الذوبان، يعني سماد كل ما شتت الدنيا بدوب شوي منه. رش بيكون زي الباودر؟ لا مش زي الباودر، هو بيكون حب أكتر. حبيبات. هلأ هو سماد مركب زي الباودر تبع الصيف. بس بتركيبة مختلفة، بنقولها سلو ريليس. بتدوب شوي شوي. فأنت إذا حطيتي السماد العضوي وإذا حطيتي سلو ريليس، طبعا له أسماء كتير تجارية بالسوق، بتكوني ريحتي حالك لبداية الربيع. حلو. ليه؟ لأنه نبتة طويل بالشتاء. إحنا ما بدنا نصرف كتير على سماد الشتاء، وما بدنا أصلا نحط سماد.
لأنه النبتة بردانة طالما هي بردانة مش هتسحب السماد زي ما أنتم متخيلين، جذورها كاشة يعني كاشة كلها يعني العصارة واقفة. فالسماد العضوي كتير بحسن خواص التربة. وكمان نقطة كتير مهمة يمكن مش كلنا بنعرفها، السماد العضوي بزيد الووتر كاباسيتي للمياه خلال الصيف. يعني لما تشوفي الأرض اللي فيها السماد العضوي سبحان الله بتحسي إنها غنية بالمي، ما بتعطش بسرعة، تحتفظ بالمي لفترة أطول. بينما الأرض اللي ما بتاخد سماد عضوي وما بتنتكش كتير بتطلع عليها بتشوفيها هيك شاحبة ومشققة يعني عليك. فبالتالي كتير كتير مهم السماد العضوي. جميل. طب متى يمكننا تقليم النباتات في فصل الشتاء خصوصا لنباتات الزينة؟ أوكي، هلأ في عنا نباتات الزينة وفي عنا الفاكهة. الفاكهة بدنا ننساه لعبين ما يكت الورق كله، ومع هذا الدفى اللي لهلأ احنا ما اجناش برد كتير بدنا ما نفكر نقلم الشجر يمكن إلا بعد 15 واحد. عم نحكي عن عنب، تفاح، لوز، نستثني الزيتون. الزيتون بتقلم بعد القطف يعني أسبوعين زمن وبدي أقلمه، ومش تقليم زي ما احنا متخيلين، هو المتعارض الناشف عشان بعدين يفوت الهواء داخل الشجرة. تقليم نباتات الزينة يعني هلأ بنقدر احنا برضو خلينا نأجلها ليفوت البرد أكتر، يعني خلينا بعد نص 12 بعد آخر 12 نبلش نفكر إيش بدنا نقلم. وبدنا نكون عارفين كيف التقليم، في نباتات إلها تقليم جائر وفي نباتات إلها تقليم مش جائر. خلينا يعني نقول جائر يعني جائر يعني كتير يعني بدنا نجور عليها كتير. هلأ في ناس للأسف ما بيحبوا يقلموا كتير وهاي القصة بالضبط. انت لو تشوفي منكون واقفين انه لا هذا الفرع بدك تقصيه، ما هو بتكوني مش مصدقة انها كبرت بالصيف كتير الان عرفتي. بس التقليم بس تتخيليش قديش بتدفع النبتة لما بتقلميها. بعدين انت لما ما بتقلمي، معلش بدي اعطيكي مثال، نبتة الهيدرا او الايفي اللي هي متسلقة والهارت شيب او شكل القلب لها كتير ناس بيعرفوها. هلا اذا انا بتركها سنين 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 مش مقلمه بتصفي العفو، كل نبته بتجدد سواء دائمه الخضره او متساقطه بدها تجدد ورق. هلا بتصير تجدد، تصيري انت من فوق شايفه خضار بجنن، بس العفو من تحت بتكون مجمع. طب الدوالي امتى بتقلم؟ هلا ممكن بعد 15 واحد، بعد كله 15. يعتبر فاكهه يعني. طب خليني اسالك على نباتات اللي بيحطوها هلا معظمها بالبرندات اللي هي الخبازه وزهره تقلمها طبعا ننظفها. بدنا نقلمها اول شيء طبعا هي طول الصيف بدها تنظيف الورق الاصفر الزهر كل نباتاتنا. بالشتاء بدنا نقلمها خفيفه منها كثير يعني. هلا حسب النمو. اذا انا نبتتي كتير كبيره وحاسه انها هيك فاضيه وما لهاش شكل، ما هو بده يكون في عندنا شويه خيال. اكثر يعني هي بالفطره سبحان الله بالتجربه. شوفي لو ما في يعني بالتجربه بتصيري تعرفي. صحيح. اذا نبتتي كتير قصيره باخذ لو منها كم سنتي لانه احنا بنعرف اذا قصينا النبته رح تفرع وتعطي جديد. فبرضو أنا ما باجي على الخبازة بقصها فوق الأرض هيك أنا بخسرها طبعاً. فعشان هيك بدنا نكون شوي في منطق بس أكيد في توازن يعني توازن ومنطق وبدنا يعني أكيد في قص. طيب بمقالك بمجلة نكهات عائلية مهندسة أمل تحدثتي أو رح تتحدثي عن تحدي الصقيع والبرد، يعني داخلين على برد وصقيع بيخافوا منه كتير المزارعين وخصوصا كمان الناس اللي عندهم حدائق منزلية. شو الإجراءات اللي ممكن فعلا نتخذها حتى نحمي نباتاتنا؟ يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما يجي صقيع لأنه صراحة خطر كتير يعني للأسف. يا ربي الله يحمينا ويحميكم، يجي الخير بس ما يجي الصقيع إن شاء الله يا رب. شوفي الصقيع بيخوف ما بقول لك لا. حلول كتير يمكن يعني أنا اللي بعرف ورح أقول لك يا لما منتوقع من الأرصاد في صقيع بنسقي مي. نسقي مي الصبح. ليه؟ الفجر بالليل، لأنه طالما في مي جارية ما بصير تجمد لإلها، فبالتالي ما بتأثر على النبتة بتضلها العصارة ماشية والمي ماشية في الأرض. وفي إشي تاني ممكن نغطي نباتاتنا، بس ياريت ياريت ما نغطي بالنايلون. النايلون بدفي ما بقول لك لا، بس طالما طلعت الشمس بيعرق، بصير مش بس بيعرق بحرق كل الورق تبع النبتة. عرفتي؟ إيش نغطي بخيش مثلا؟ في لا ولا بخيش. هلأ في قماش بالسوق مش كتير سعره غالي اسمه جيوتكستيل، مش اسم تجاري، هو القماش جيوتكستيل لونه أبيض بفوت هواء وبفوت إضاءة
وبدفي نبتتي. فأنا نباتات زي المجنونة مثلا كتير بتتأثر، يعني في ناس كتير بيفكروا المجنونة ماتت صحيح. بس هي بتكون كتت كل إشي وصارت زي كأنها يابسة. بنلف نباتاتنا اللي مهتمين إنها ما تموت، واللي بتكون فعليا ما بتتحمل درجات حرارة منخفضة. نعم، يعني الحديث يطول لكن للأسف أدركنا الوقت مهندس يا أمل. أكيد في سؤال للحلقة اليوم رانيا. نعم أكيد مستمعي الكرام، لحتى تربحوا اشتراك سنوي في مجلة نكات عائلية أرسلوا إجاباتكم على صفحة مجلة نكات عائلية على الفيسبوك. والسؤال بيقول ما هو اسم زاوية المهندسة الزراعية أمل القيمري في مجلة نكات عائلية؟ بدنا اسم زاوية المهندسة أمل القيمري على الفيسبوك على مجلة نكات عائلية. أكيد شرفتينا مهندسة أمل القيمري، سعيدين جدا بوجودك، نستمتع دائما بحديثك. وأنا أكثر، وأكيد لنا لقاءات أخرى. شكرا إن شاء الله. شكرا مهندسة أمل القيمري، مهندسة زراعية وكاتبة في مجلة نكات عائلية ومجلة فاميلي فليفرز. شرفتينا. شكرا لك. نكات عائلية. نكهات عائلية. نكهات عائلية مجلة شهرية وهي طريقكم المختصر للرعاية الوالدية.